لبطل المسرحية دي ذو الصوت الرخيم اللي له بحة لا تخطئها أذن، واحد من أجمل الأصوات اللي عدت على بلدنا. خليني أقدمه بس مش بشكله وهيئته اللي احنا متعودين عليها، لأنه هو متنكر في هيئة سلطان، والسلطان نفسه متنكر في هيئة هاشم الغلبان. خلينا نقدم نجمنا اللي متنكر جوه متنكر، النجم الكبير محمد الحلو. مولانا السلطان محمد الحلو ده دلوقتي هاشم الغلبان. انت الغلبان ده دلوقتي هاشم الغلبان. انت متنكر عشان تشوف الرعية ولا متنكر عشان تخطب الأميرة ياسمين؟ لا، علشان مملكة من الممالك بتاعتي اللي تحت أمري، يعني تحت أمر السلطان، فيها خطر. فرحت عشان أنقذ الموضوع ده، فبتعرف بيها وبحبها وبتجوزها في الآخر. طب قبل ما نبتدي حلقتنا، ممكن وانت بهيئة هاشم الغلبان تقول لنا حاجة صغيرة من المسرحية؟ هو لما بيتعرف بيها شوية وكده بيغني لها غنوة اسمها يا مولاتي الأميرة ياسمين. تقول أميرة قلبي بهواكي ودايب عشقي في هواكي، يا ملكوتي ويا ملاكي، يا عمري وروحي وحياتي، يا مولاتي يا مولاتي.